الله أكبر. الآن الحولي ضرب بالبراميل المتفجرة تزامنا مع خروج المصلين من صلاة الجمعة. الله مرتفع من قراء. الله أكبر. الله أكبر. ضرب بالبراميل المتفجرة الآن على منطقة الحولي تلداب تزامنا مع خروج المصلين من الجمعة. هناك حالتي صعبة. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه الإصابات الآن. يا أبو عبد الله. يا شباب تفضوا.